السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي لو أنا عايز الشكل اللي أنا عايزه يتغير لأكثر من حاجة، أجي هنا وأقول له أنا عايز أختار شكل آخر. زي ما أنت شايف كل واحد فيهم ليه كذا شكل، تمام؟ فعايزين ناخد حاجة كده تكون شكلها مميز ونبدأ نعدل فيه. وليكن مثلا الفوكس دوت أهو، وخليه هوت يجي هنا، وخلي القطة دي تيجي هنا. ممكن ان هو رايح يفترس يعني. فدلوقتي هقول له ايه؟ هقول له انا عايز الفينت مثلا لما ادوس هنا، او لما ادوس مثلا على زرار معين. ممكن تحدد له ان انت مثلا تدوس على الفوكس دوت، او تقول له لما انا ادوس المسطرة. وممكن طبعا تغير اي حاجة فيهم. طيب هقول له انا عايزك تعمل لي صوت معين. طيب بعد ما عملت الصوت هاجي هنا وهلاقي حاجة اسمها سويتش كاستم تو فوكس 1 والفوكس بي والفوكس سي. هاجي هنا واقول له خليها فوكس ايه، وبعد كده اغيرها لفوكس بي، وبعد كده اغيرها لفوكس سي بالشكل دوت. وده خليه مثلا فوكس بي، وده خليه فوكس سي. هبدأ اشغل. راح جاب لك الأشكال كلها. يمكن إيه كانت سريعة شوية، فممكن أقول له إيه، هديها مثلا مدة ثانيتين واكتب كلمة هلو وفكر مثلا لمدة الشكل ده. طب لو أنا جيت دوست هيجيب لي الشكل اللي هو بيه. طب لو دوست مسطرة هيبدأ يجيب لي سي. طبعا ممكن تضيف مثلا حاجة زي إن هو بيتحرك، بالشكل ده.